تحتفل دولة الكويت بذكرى مرور 130 عاما على إصدار أول عملة وطنية، ويسلط بنك الكويت المركزي الضوء على تلك الخطوة التاريخية التي شكلت محاولة مبكرة لتأسيس نظام نقدي مستقل عكست التطور والازدهار الذي عاشته الكويت في القرن 19. وأصدر بنك الكويت المركزي بهذه المناسبة مسكوكة تذكارية تخليدا لهذه الريادة المبكرة.